السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في سؤال بيقول هل من المناسب إن أتعلم الأوتوكاد قبل ما أتعلم الريفت؟ ولا الريفت في كل اختصاص الأوتوكاد؟ لأن أغلب الوظائف الحالية الريفت تكنولوجي والويب مودلر بيطلبوا يكون واحد عارف الأوتوكاد والريفت. طب خلينا نفرق بين التعليم والشغل. في التعليم مش شرط إن أنا أكون عارف الأوتوكاد قبل ما أشتغل الريفت، يعني ممكن واحد يجي ما يعرفش حاجة في الأوتوكاد ويقبل كورس بتاع الريفت ويبقى زي الفل، مفيش مشكلة خالص، مفيش أي حاجة تفضل. بس هو لو عارف الأوتوكاد بتفيد، يعني كل ما تبقى انت عارف حاجه وتدخل في حاجه جديده بتبقى اسهل. بمعنى ايه؟ انا لما جيت اتعلم اوتوكاد كنت عارف فوتوشوب، فوتوشوب فادني في ان انا فاهم فكره الليارات وفاهم فكره كوبي وفاهم فكره، يعني في افكار كتيره بقت مفهومه بالنسبه لي قبل ما تشتغل. تمام؟ سهل الواحد ده دي عامله زي دي خلاص. لذلك لما بكون عارف ان كل اللي قدامك عارفين اوتوكاد وانت مش حرام ريفت تقول لهم الامر ده عامل زي الامر دوت اللي موجود في الاوتوكاد، يعني بتربط المعلومه ببعض. بس لو واحد جالك ما يعرفش حاجه عن الاوتوكاد مش مشكله، يعني لو انت عايز تخش ريفت ومطلوب منك ريفت والشركه طالبه ريفت والمشروع التخرج بتاعك مطلوب ريفت، مش هقول لك تعلم الاوتوكاد الاول بعد كده تعلم ريفت، لا خش على ريفت على طول، ومش هتحتاج ان انت تدور في معلومه في الاوتوكاد. ده برنامج منفصل عن دوت وده فكره منفصل تماما. تعالى بقى في الشغل. اغلب الشغل حاليا في مرحله الانتقال من ده لده، فعنده حاجات معموله اوتوكاد وعنده حاجات هو مش عارف يعملها بالريفت فبيعملها بالاوتوكاد، والملفات اللي بتجيله اوتوكاد، فهو بيقول لك لازم تكون عارف الاوتوكاد. تمام؟ فانت ممكن تركز على موضوع الريفت وتتعلم الاساسيات بتاعت الاوتوكاد. تمام؟ طبعا لو انت عندك وقت وعندك امكانيه وعايز تتعمق في الاثنين اتعمق. انا عن نفسي في الاوتوكاد جبت كتاب بتاع جورج مورا تقريبا 1500 صفحه، قعدت قريتهم تقريبا في 10 ايام حاجه زي كده زي الفل. تمام؟ طبعا بقرا وبطبق، بقرا وبطبق، مفيش حاجه اسمها تقعد تقرا مش قصه، لا بتقعد تطبق.